50 دعات لكم مع هالوقت ذا الوقت المبروك ان شاء الله باذن الله. استنى الدعوات. اسمع بعد باخذ الاقبال. الصلف علومك. انا مستعد. كيف الحال؟ والله بخير نحمد الله. عساك طيب. طيب انجعك طيب. شلونك؟ زلونك. ايش فيك اليوم؟ كنك مدغدغ، كنك ذبح كنو. والله يا ولد ايش اسوي؟ عبد الله جالي حياك، كفينا في العلوم الطيبه، كفانا الطبخه. ما تخلى احنا نسوي شيء. عسى ربي يطول اعماركم. انت علومك اخبارك؟ هذا جبن مع المكرونيا. لا تدخل مصر. اوبي لا ذكرني ذكرني عبد الله ادخل نشوف شغلتك. ذكرني بابو فلاح محمد الطواله. ليه؟ كان يحوفها حوف صح المكرونه مع الجبن. اذكرك بالخير يا ابو فلاح. محمد الطواله اذا جت الساعه 2 في الليل 2 في الليل اقول تكفى يا محمد تكفى يا ابو فلاح. قلت المكرونه الجبن. زينا. يا رجال ما هو يضبط غضب. جعله والله بالعافيه، جعله والله بالعافيه عليكم. عافيك. الصلف سلام. خلال 16 يوم او 15 يوم كيف رايتك؟ رايت نفسك البرنامج؟ رايت نفسك نقرا قصه ما اعرف. اوكي. كيف شفت نفسك بالبرنامج؟ عبد الله عبد الرحمن شفت نفسي؟ ايه شفت نفسي نجم كفو. لا لا بيذمك. اقول لك شيء، اقول لك شيء يا عبد الله. ما عبد الله الصلف، انتم بديتوا متى؟ ها مراجل الساعه كم دخلتوا القريه انتم؟ ما تسع في الليل؟ لا الليل تنام غرب اني بدينا تسحلي يوم فتح التسحلي صح؟ نعم. انت من الساعه 10 وانت نجم. يا اخي ما ادري اقول لك الا بكب. اي والله نقولها صادق. والله 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 العظيم تستاهل والله. باقي الايام جايه ان شاء الله باذن الله. تاج امورك تطلب منك الشيء الكثير 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 الكثير. انت وهم شدوا حيلك. والله يهين الدعم. ارحب يا مبارك. مرحبا والله وسهلا. الله يحييك. شلونك؟ طيب طيب حلومك. انا من الاشخاص اللي ما امل من قصيدك يا مبارك. مبارك الله. اي والله تشرف والله. الله يطول عمرك. نبي لنا بيتين طول سلامه فيها تذكير اللي ورا الشاشات. تذكير؟ اي نعم. طيب يقول يلي فعلت الخير ترجي ثوابه. ثواب. تبغى رضا من بيده النون والكاف. بسنابكم شفنا فعول تشابه، شفناك في المسعى وشفناك تطاف، وشفناك تدعي خايف من عذابه، وشفنا قلوب تخشع صخاف ورهاف، وشفناك تستغفر وتقرا كتابه، وشفنا الكرم بالطيب، وشفنا الكرم والطيب باشكال واصناف. يا اخي بتعمل خير خل الريابه، اعمل عمل بالسر ما هو بينشاف، اخلص وتلقى دعوه مستجابه، تفتح له ابواب السما بعد الانكاف، حتى تنال الاجر طيب ورحابه، اكسب رضا الخالق وتبشر بالانصاف. خلك على نهج النبي والصحابه، وخلك على نهج انت وارثه الاسلاف. يا اخي بتعمل خير ايه خلك على نهج انت وارثه الاسلاف. يا اهل السناب النص ضمن الكتابه، اقروا حروف النص في داخل القاف، خلف الفلاش الطيب مفتوح بابه، غطى على سياد المراجل والاعراف، غطى على جو الحقيقه سرابه، ولا الحقيقه فعله بواقعه خاف، حتى ولو ما يملك الا ثيابه الفبركه والدبلجه صارت الحاف، اخوانكم في الحد ضد الحرابه، وانت على السفره تفاخر بالاسراف، يا اخي غلابه شجعتها غلابه، ولا الروابع كلها دقاق وضعاف، تبغى الحقيقه فاستمع للاجابه، وجه الحقيقه في السنابات من لاف. الله الله صح والله لسانك، صح والله لسانك. باقي خمس دقائق على الطبخ يا الربع. اظن حلو خلصتوا انتم صح ولا باقي؟ يمكن الحين خلاص. ما في مقاطع، ما في صور. اسمع. لا اليوم ما في، اليوم هدينا شوي. ابرك سامي ابوي. الله يطول عمرك. انا عندي الحين كذا شفت يدي؟ طيب شفت الاصبع الاخير؟ شوف كيف. شوف. شوف. خلاص فك خلاص. ما مسوي. شوف. تقدر تسويها؟ لا. ليه؟ طيب ليش انت معها؟ ليش ما عندك رقبه؟ هو بلعها اليوم سوا. انت ليش ما عندك رقبه؟ ما هو بنا هذا ما مسوي شيء انا بس انا هذا الصوت عندك وش؟ وش الصوت ذا؟ لا هو يسوي كذا في شيء داخل؟ ايه لا لا هو وهو صغير كان يلعب نشبه هنا ما عاد طلع صح يا عبد الله؟ نشبتين ومعطلات شفت؟ يسوي او صوتية ما شاء الله احمد محسن احمد محسن احمد محسن احمد محسن انس
انت في برايم اليوم؟ وانت؟ لا يا حسابه صح؟ خلاص ابو سعيد لبيه يضبط صح. انت جبت لنا المقادير، هو استخدم مقادير ليست في الطبخه، وهذا غش يا اخوي، هذا احتياط وانا ارفض هذا الشيء. لا لا الحرب خدعه. لا ما هي بخدعه، الحرب خدعه في مطبخ. نعم دخل حرب الحين. ايش دخل حرب مطبخ يعني؟ هو يقول انت، هو اضافه وانت انت بتسولف صح؟ يعني اروح هناك؟ لا اشتري عاد، قوم مع الشباب، قوم مع الشباب. لا يصير والله والله عندك خشم، كنسل الشيله لك حرجتني. عندك شيله؟ لا عندي برقع. عندي شيله. يلا يا الربع، الباقي معنا ربع ساعه ثم بينتقل البث بدر الحسين ابو عبد العزيز وضيوفه، وحنا ان شاء الله باذن الله بنرجع لكم بعد المغرب بس نعطيه التقييم باذن الله. واضح على حسب نشوف. واضحه والله ما تعبدك تفوز. عبد الله العليا، تدري ليش حنا مخلين عبد الله العياني حاله؟ لان الحاله ضد 20. عبد الله لو فزت، لو فزت النقاط اعطيك لحالك وتوزع على اخوياك. انت بدي عاوز انا قطع دجاج. انا شوف انت الصلف تستاهلون، اما فؤاد وش سوى؟ ربك عاب اني شلت في الفلغوم وحطيته في الزبال. الله يكرمك. والله ما يستاهل. ايش رايك يا عبد الله؟ اسمع عبد الله، عبد الله انا بعطيك 1000 نقطه وتصرف فيها. 1000 لي انا؟ لا بعطيك 1000 وتصرف، تاخذها توزعها عليهم كيفك. والله كيف توزعها عليهم؟ 51-50. كم؟ يستاهلون 50-50. والله يستاهل صراحه، يستاهلون بعد متجمل الرجال يستاهلون. هو 900 قول بي بي بي. والله انا برايم، والله انا مو 10. لا شوف والله 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 عندك 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 غير عندك عشرة عندك عندك غير احسن يا اخي. لا لا ما تصلح ما تصلح يا اخي. امس ما خليت تفاحه، ما كل العيشه كلها ودلعي ما تلعب في بطني. والله والله عيني زياد شري ما محق من التوتر والضحك اذا اجتمعت الثنتين. انت ايش توترون يا رب؟ يا اخي ما مع توتر يا اخي. اخوياك البرايم اسمعني والله اني اقول انا صاد. اخوياك البرايم وانت قبل يعني ما تدري انت برايم ولا بتكمل ما تدري. يا اللي يروح الله يساعده. دو صدق والله يضحك. كل واحد يتكلم عن عمره. الله يساعده اللي يروح. والله ليش حد يبكي؟ لا اقول لك كذا. اها اقول لك كذا. اشوف طلعت كلها. لا صدق طلعت كل شيء. ليه ليه تصريحه؟ اذا طلعت انا بتبكي. انت يا تعق. لا ما فيها، في احسن من هذه، في احسن منها. ما فيها، في احسن منها والله، في احسن منها. شوف دايم انا دايم اقول لا بعلق بعلمك. شوف في ناس من اخويانا كانوا عجيب الكلمه، كنت اقول له ايش اذا جت فكرت الكلمه اعرضها على عقلك صح حلو صح. ثم اعرضها على نفسك صح ثم انطقها. يلا تعال اقول لك شيء، اقول لك شيء بدون ما اقول شيء. بك علي البرايم اللي راح، مع اني ما طلعت بك علي البرايم انا. ايوه ها عبد الرحمن. ايوه البكا عادي ما فيها شيء. البكا ما بعيب. انا هد العيال كلهم. انا كنت اول ما دخلنا البرنامج اقول للعيال، قلت احد عيال وش تبكون له؟ بيروح لاهله. والله اني اهدي العيال. راح التايمر انتهى. يلا يا الربع حق لا اله الا هو. شيك هنا اي خلاص اي بس خلاص بس اللي بنكمل اي خلاص بخط انا هذا خلاص. لا 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 هنا. يلا يا الربع جهزوها، وش جهزوها؟ خلوها يا الربع اسمعوا اسمعوا خلاص قفلوها الحين. احيانا ما اقدر احنا ما اقدر نقيم الحين يا الربع. ابو سعيد ابو سعيد ابو سعيد خلها في قدرها، خليك لي حلو. احنا ما اقدر نقيم احنا الحين، لكن قيم ان شاء الله مع الفطور. اي خلوها في القدر، الباقي على الفطور حوالي 40، باقي على فطور 40 دقيقة. شغل الشارع حق تهنم ونلتقيكم ان شاء الله باذن الله بعد صلاة المغرب، نقيم طبخ العيال ونعطيهم درجاتهم. والان ارفع الشارع. تهنم وانتم منهم يا انس، ما فيه مثلك في القناة، انت غير وفقرتك والله.